يلعبها في وسط الميدان مع رفيق ونص تادي، رجعت له مره ثانيه وضعت من هناك، تسترجع عن طريق فيليبي ميلو، يلعبها في الوسط مع ديدي دروغبا، وننتقل لصالح نادي جالاتا سراي. دروغبا ثنائيه ممتازه مع رفيق وينان، اينان وين موزو، هدف جول جول الماز، يفتح مجال التسجيل الاتراك بروعه. يا لو من هدف فايدين الماز، اول هدف فريق جالاتا سراي بالبراعه والروعه. المساء ديدي دروغبا مررها، والهدف الاول لصالح الفريق التركي جالاتا سراي ببراعه. بوراك يلماز يسجل هدفه السابع في دوري الابطال. يا له من هدف، لم يترك ولا فرصه للحارس الالماني. إلبراند استلمها وسددها داخل منطقه العمليات. الملعب بالاصفر والاحمر ينفجر، الاتراك يفرحون لهذا الهدف الاول. شوف التمريره مره ثانيه، استلمها يلماز بالعقب، خدا كامل وقته وجه لوجه وسدد صاروخ مفتتح مجال التسجيل لصالح نادي جالاتا سراي. الاتراك متفوقون بهدف مقابل صفر.